السلام عليكم خوتي وخواتاتي في الله، كي داير لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. نتمنى بصدر ربي بلي عييتو نتوما والعائله ديالكم بخير. اليوم ان شاء الله ثالث يوم من العيد، غادي يكون عندي طاجين معسل بالسفرجل. قبل ما نبداو بالوصفه هنايا غادي نشكر الناس اللي ملي حليت لاشين ديالهم معايا، الله يكبر بكم، ونشكر كذلك الناس الجداد ولهم مرحبا بكم، الله يكبر بكم. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي الطاجين، هنا عندي اللحم نتاع العجل، وهنايا غادي نقطع البصله على شكل طولي كما راكم تشوفوا معايا. هنايا راني دايره شويه بالزايد، وغادي نزيد هنايا التوابل. انا عندي بزال الاحمر، الخرقوم، سكينجبير، فلفل اسود، ضمه ديال الزعفران، وشويه ملح. وهنايا بالنسبه لبزال الاحمر نقصوا شويه، انا حليت الباكيات جديده وخرجت لي سبحان الله حمراء بزاف، واش الكولورون ولا هكذا الله اعلم. وهنايا خواتاتي غادي نزيد عليه ربع كاس تاع الزيت، وعادي نخليه يتقلى مليح. وغادي نسد عليه، وهنايا من تقلى لي مليح غادي ندير ديك الربيطه تاع القزبر والمعدنوس وعمود تاع القرفه، وغادي نزيد هنايا شويه ما طايب ربع كاس، ونقص عليه البوطه ونخليه يطيب مليح. وغادي نرافق معاه هنايا الحرور، راني شويه فوق البوطه، وهنايا باش ما يجيش الفيديو طويل راني من طابيه الحرور قشرته. هاني دايره معاه هنايا مطيشه، ودايره معاه الثومه، غادي نزيد معاه هنايا ربع كاس تاع الزيت وشويه ملح، وغادي نخلطهم هنايا مليح. وغادي نديرو فوق البوطه يطيبو، ونسد عليهم. وانا غادي نوجد واحد السلطه، هنا غادي نغبي خيزو، وانا غادي نغبي كميه كبيره ونديرها في الثلاجه فما نسحق ندي بها. Thank you.
ودركا غادي نغبي البيتراف. راه عندي هنايا خضر غير قشرته صافي. وهنا يمين غابيت لي كاروت والبيتراف. هنا جبت الطباسه ديالي درت فيهم السلطه. وهنايا غادي ندير هنايا لي كاروت. انا هدرتهم على هاد الطريقه وغادي نزيد هنا قدام البيتراف ولا الباربا. وغادي نزيد المايس ولا الذره وطوماتيش. وغادي نكمل لها الطريقة. ودركا هنا من طابوليه ها هو الطاجين ديالنا. هنا سمحوا لي ما صورتلكوش من حطيت عليها السفرجل، ما نكذبش على اخوتي كنت عيانه من الحمد لله. وهنايا عندي الفلفل راه طايب، ها هو الطاجين ديالي انا زينته باللوز افيلي. وهنا عندي السلطه وها هو الفلفل. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم التعسل ديال السفرجل. ونقول لكم الا عجبتكم وصفه اليوم خليولي التعليق ديالكم زوينه وديروا اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش اللايك، راه عندي الكومونتير كثر باللايك، ديروا لي لايك فضلا وليس امرا. ونخليكم على خير وحتى الفيديو الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.